كرة، وهي من الناحية القانونية أعتقد أن إعادتها طبيعية جدا، سواء اللي يضعها رادوي في الكرة الأولى أو في الكرة الثانية إعادتها طبيعية وقانونية، لكن صحة ضربة الجزاء هذه أحط عليها يعني قوسين. ما أنا الحقيقة ما أحكم صحتها، ما أقول لك أن ضربة جزاء ترى أنا غير صحيح، لا مو عن غير صحيحة، اللي يحكم فيها طبعا يعني الخبير التحكيم الاستاذ محمد فوده، الاستاذ لا يعني المطلق خبير الاستاذ عبد الرحمن الزيد، عمر المهنا، كلهم اساتذه يعني يحكمون. لكن انا من وجهه نظري ارى انها صراحه غير ضربه جزاء، مو ضربه جزاء. ضربه الجزاء تحتاج يعني ضربه صريحه يعني داخل خط ال 18، يعني ضربه الجزاء 90% هدف، هذه ضربه الجزاء. بس حتى يعني من ناحية هذه اللقطة أمامك يا أبو تركي إذا تعلق عليها، إذا تكرر أنا قلت لك في مشادة نوعا ما وفي يد حجز، لكن اللاعب اليد المغربي ما حجزت نيفيز في حجز لكن ربما لا تصل. أنا أقول ربما وأنا أجهل القانون، بس حسب وجهة نظري الخاصة غير ضربة جزاء. يعني من الهلال كان ممكن يحسم المباراة قبل، وفي فرص كثيرة وممتلك زمام المباراة، ما كان محتاج إلى مثلا، ما كان محتاج أبدا، حتى في لاعب خط الدفاع الوداد كان يسجل هدف في مرمى. يعني كيف شفت ضربة الجزاء ابو سعد بعد الاعادات؟ هذه الاعاده بعد الاعاده طبعا في محاوله اليد، لكن طبعا فيها تمثيل، لكن فيها تمثيل من نيفيز، استغل المسألة، تشوف مسألة الحكم، وطبعا استطاع انه يمثل فيها لان طبعا الكرة كانت في مصالح، استطاع انه يمثل فيها حتى